دينا كانت بتقول في البداية في كتل هوائية، دلوقتي هنروح مرة تانية لدينا عشان تطمننا أكتر على حالة الطقس وتعرفنا كمان درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. اتفضل يا دينا. صحيح فعلا يا محمد، دلوقتي جه ميعادنا مع جولة تفصيلية عن أحوال الطقس. وهيئة الأرصاد بتوقع إن النهاردة هيكون الطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون لطيف في الليل على شمال البلاد لحد القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم بخير يا رب. وحضرتك طيبة. طبعا احنا عايزين نطمن على حالة الطقس النهاردة، وخاصة كمان خلال فترة أيام العيد، لأن احنا متخوفين يكون بنفس موجة الحر اللي احنا فيها من امبارح بالليل تقريبا. الأول الحمد لله احنا اليوم هنشهد انخفاض في درجات الحرارة، انخفاض طفيف بحوالي 3 درجات عن الأمس، يعني احنا اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون 33 درجة مئوية، يمكن ده يكون شبيه لحد كبير بطقس أول أيام العيد بإذن الله. طقس خلال فترة النهار طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بيكون معتدل الحرارة على سواحلنا الشمالية، شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد، ده طبعا زي ما بنقول خلال فترة النهار ومع سطوع أشعة الشمس. مع غياب أشعة الشمس درجات الحرارة طبعا بتنخفض بشكل كبير، والصغرى متوقع تكون 18 درجة مئوية خلال فترة الليل على القاهرة الكبرى، والطقس بيكون لطيف على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب البلاد. طبعا كمان بالإضافة أن في نشاط رياح، يمكن احنا مستشعرينه من الساعات الأولى من الصباح. صحيح، ده اللي كان محمد بيقول عليه، أن في نشاط رياح وتروح يبقى رياح هتكون ساخنة يعني بعض الشيء. يعني هو احنا النشاط الرياح النهاردة ان شاء الله هيستمر على مدار اليوم، سرعته هتكون ما بين 30 وال 50 كيلو متر في الساعة، ممكن يساعد خلال فترة المساء على تلطيف الأجواء والحساس بالأجواء الربيعية بإذن الله، بالإضافة كمان ان هو مثير لبعض الرمال والأتربة في جنوب البلاد على شمال وجنوب الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، بالإضافة كمان زي ما بنقول ان الأجواء دي هتستمر ان شاء الله معانا على مدار هذا الأسبوع، يمكن ان شاء الله غدا الأحد هنشهد انخفاض آخر في درجات الحرارة، ثم تعود مرة أخرى لل 33 أول أيام العيد بإذن الله. عشان كده احنا هننصح كل السادة المشاهدين بقدر كبير جدا نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة فترة الظهيرة من الساعة 12 الظهر للساعة 3 العصر، بالإضافة كمان ان احنا مفيش مشكلة نقدر نخفف ملابسنا ونخزي الملابس الصيفية على مدار اليوم، لكن نخلي بالنا من الأطفال وكبار السن، ممكن تبقى خلال فترات الليل الجو فيه نسمة برودة مع نشاط رياح، فدايما لابسين يعني قطعة ملابس إضافية او ملابس يعني تكون او جاكيت خفيف معاهم بالليل، يعني الأطفال ترتدي اللبس العيد، لان طبعا اللبس اللي اشتروه كلهم لبس صيفي، فاحنا كنا خايفين عليهم وعلى الحالة الصحية اليوم، لكن حضرتك بتقولي ان في الساعات الصباح او الساعات اليوم بتكون الجو مرتفع الحرارة فيه. بالفعل خلال فترة اليوم ما فيش مشكلة خالص من لبس الملابس الصيفية، بس نخلي بالنا من فترات الليل يستحسن يبقى قطعتين اتنين ملابس مش ملابس صيفية كاملة، يعني بالإضافة كمان احنا نتابع النشرة الجوية، لأن طبعا الربيع دايما معروف بتقلباته الجوية، مش ننسى في أجواء العيد عشان لو في أي تغيير في الحالة الجوية هنعلمكم بيها، والقيادة تبقى بهدوء. عندي لسه سؤال مهم جدا، خاصة حضرتك بتقولي أجازة العيد معظم الناس بتسافر لأهليها في المحافظات، بالنسبة للشبورة الجوية صباحا عايزين نطمن من حضرتك عليها خلال فترة العيد. هو بإذن الله الشبونة المائية خلال الأيام القادمة يعني تكاد تكون يعني مش هتأثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية، أو ما هتأثر على حركة المرور لأنها تبقى خفيفة جدا، وإن شاء الله نقدر نسافر ما فيش مشكلة، ممكن نلاحظ بعض الأتربة العالقة يوم الاثنين القادم لكنها برضو مش هتكون مؤثرة، نقدر نستمتع تماما بأجواء العيد، لكن دايما وإحنا مسافرين خاصة في الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل القيادة بهدوء تام مع أي ظاهرة قوية بتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، وكل سنة حضراتكم بخير يا رب. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. خلوني دلوقتي أستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 33 والصغرى 17، إسكندرية 24 17، مطروح 24 17، سيوة 31 19، بورسعيد 28 17، دمياط 26 19، الإسماعيلية 34 18، السويس 35 19، العريش 30 18، كاترين 27 18، طابة 34 20،
شرم الشيخ 36 24 الغردقة 35 21 الفيوم 35 18 بني سويف 35 20 المنيا 35 20 أسيوط 36 20 سوهاج 40 24 قنا 41 23 الأقصر 41 23 أسوان 43 25 الوادي الجديد 41 25 شلاتين 39 22 وأخيرا حلايب 37 21. بكده طمنا حضراتكم النهاردة عن أحوال الطقس بالتفصيل، ونعتمد يعني على إن احنا ممكن نلبس الملابس العيد الصيفية صباحا، لكن نخلي بالنا في ساعات الليل. برجع مرة تانية لجمانة ومحمد عشان نكمل معكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا.